يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله قائم ال محمد امام زماننا الحجه بن الحسن ورحمه الله وبركاته وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه الحلقه السابعه والثلاثون بعد الثلاثمائة البرنامج الذهبي إنه, انه برنامج, برنامج القرية, القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني, اليماني الزبدة, الذهبية الزبده الذهبيه اعرف امامك, إمامك وعرف بإمامك, بامامك المعرفه, المعرفة الذهبية, الذهبيه امامك, إمامك دينك ودينك, ودينك إمامك. العبادة الذهبية. الذهبية رابط, رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك, إمامك. البراءة الذهبية. الذهبية طلق منهج, منهج أصحاب العمائم, العمائم الإبليسية الكبيرة, الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقاً, طلاقا بائنا, بائناً لا رجعه فيه, 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 فيه إن كنت, إن كنت راغبا في إيمانك. هذا هو الجزء الثاني من جوابي على سؤال ذكرت مضمونه في الحلقه الماضيه من خلال رساله وصلتني من احد الاخوه الاجلاء من مدينه لندن مضمون الرساله يقول من ان الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه استشهد ولم يعين للشيعه الامام الكاظم صلوات الله عليه السائل يتساءل لماذا لا اريد ان اعيد ما تقدم من كلام لكنني بشكل سريع اوجزه لكم قلت هناك مشكله عندنا في واقعنا الشيعي هذه المشكله تتلخص في النقاط التاليه وبشكل سريع اقولها المعلومات المتوفره في الواقع الشيعي عند المراجع وعند عامه الشيعه لم تكن وليست ماخوذه من المصادر الصحيحه المصادر الصحيحه قران محمد وال محمد المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه هناك مشكله في فهم العقل الذي يتحدثون عنه وقد حدثتكم عن العقل الحجة وعن العقل العلمي وعن العقل العملي وبينت من ان المشكله في ان الناس تعود الى العقل العملي الذي هو ليس بحجه وليس بعلمي ولا علاقه له في ادراك الحقائق الدينيه والعقائديه هو مرتبط بشؤون تدبير الحياه ليس الا في الواقع العملي من حياتنا اليوميه لا اريد ان اعيد الكلام النقطه الثالثه الافكار الجاهزه هذه فكره جاهزه لا حقيقه لها على ارض الواقع من ان الامام الصادق استشهد ولم يعين الامامه الكاظم من بعده هذا كلام يقال في الوسط الشيعي لا حقيقه له هذه فكره جاهزه استخلصت واستنتجت من بعض الوقائع التي جاءت مذكوره في رواياتنا لا اقول في روايات المخالفين في رواياتنا ولكن لعدم الفهم الصحيح لها هذه مشكلتنا تتلخص في هذه النقاط تحدثت عنها لا اريد ان اعيد الكلام ثم وجهت راحلتي باتجاه كتب اليهود والنصارى لم أكن قاصدا أن أحتج عليهم لا شأن لي بهم إنما أردت أن أبين لكم من أن حقائق ديننا موجودة في كتبهم لكنهم حرفوها وقد جئتكم بمجموعة من كتبهم على سبيل الانموذج قرات نصا من التوراه من كتاب العهد القديم ثم استعرضت ماذا قالوا عنه في كتب التفسير وفي القواميس مر كل هذا علينا في الحلقه الماضيه الخلاصة التي وصلت اليها من كل ما تم عرضه في الحلقة الماضية حقائق ديننا ثابتة اتحدث عن دين علي وال علي تعرضت للتحريف وللحرب وللاباده بكل ما يستطيعون ان يفعلوه عبر الاجيال الماضيه والى يومنا هذا في هذه الحلقه بنفس الاتجاه لست في مقام المحاججه مع احد انني اريد ان استعرض بقايا حقائق ديننا عند الاولين مر الكلام في الحلقه الماضيه في اجواء كتب اليهود والنصارى وليس للمحاججه معهم وانما لكشف حقيقه من ان حقائق ديننا تتعرض للحرب وللتحريف والإبادة منذ زمن بعيد. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الخامس عشر من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هناك نص نقله المجلس عن كتاب معروف هو مقتضب الأثر في النص على الاثنى عشر لأحمد ابن محمد ابن عياش من علماء الشيعة المعروفين مقتضب الأثر في النص على الاثنى عشر لأحمد ابن محمد ابن عياش نقل رواية طويلة مفصلة عن الجارود ابن المنذر العبدي ممن عاش في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلم على يدي رسول الله الرواية طويلة تبدأ من صفحة 241 وتنتهي في صفحة 247 عند نهاية صفحة 247 الرواية طويلة أنا سأذهب إلى موطن الحاجة منها الجارود ابن المنذر العبدي شخصية عربية كانت معروفة في الجاهليه وقدم على رسول الله مع قومه واعلن اسلامه وحدث النبي صلى الله عليه واله بحديث قس انه قس ابن ساعده الايادي هذا الذي يضرب المثل بخطابته وفصاحته وبلاغته فيقولون اخطب من قس وافصح من قس اخطب من قس قس هذا ربما عد في الانبياء أو عد في أوصياء الأنبياء قص هذا كان على الإيمان بالله اختلف في تشخيص شخصيته هل كان نبيا أم هل كان وصيا بالنتيجة كان من أولياء الله في الزمن الجاهلي الجارود ابن المنذر يحدث الرسول فيقول أقرأ من الصفحة الخامسة والأربعين بعد المئتين يا رسول الله إن قسا كان ينتظر زمانك. قس هذا كما قلت لكم كان يعيش في الزمن الجاهلي. يا رسول الله ان قسا كان ينتظر زمانك ويتوكف ابانك، يتوكف يترقب يراقب وابانك بداية وقتك بداية بعثتك يا رسول الله ان قسا كان ينتظر زمانك ويتوكف ابانك ويهتف باسمك وابيك وامك وباسماء لست اصيبها معك لست اصيبها معك يعني ليسوا من اصحابك فقس كان يذكر اسمك يا رسول الله ويذكر اسم ابيك وامك ويذكر مجموعه من الاسماء لست اصيبها معك ولا اراها في من اتبعك قال سلمان سلمان الفارسي فاخبرنا اخبرنا يا جارود اخبرنا فانشات احدثهم الجارود يقول فانشات احدثهم ورسول الله يسمع والقوم سامعون واعون ملتفتون لما اقول قلت يا رسول الله لقد شهدت قسا خرج من ناد من انديه اياد فهو ايادي هو قس ابن ساعده الايادي يا رسول الله لقد شهدت قسا خرج من ناد من انديه اياد الانديه الامكنه المفتوحه التي يتجمع فيها اهل القبيله اهل البلد شهدت قسا خرج من ناد من اندية اياد الى صحصيح ذي قتاد الصحصح هو الصحصيح الارض المفتوحه المنبسطه الى صحصيح ذي قتاد والقتاد نوع شجر له شوك قوي ولذلك يقال من ان الامر الفلاني اصعب من خرط القتاد القتاد شوك شديد الى صحصيح ذي قتاد وسمره وعتاد السمره نوع من انواع الشجر خرج إلى الصحراء نوع من أنواع الشجر من النبات الطبيعي الذي ينمو في الصحراء شهدت قسا خرج من ناد من أندية إياد إلى صحصيح ذي قتاد وسمورة وعتاد العتاد ما يعتد به ما يعتد به في ذلك المكان الذي تنتشر فيه تلك الاشجار وقد يطلق على السلاح وقد يطلق على ما يحتاجه الانسان من مؤونه في حياته وهو مشتمل بنجاد النجاد هو حمائل السيف وهو مشتمل بنجاد فوقف في اضحيان ليل كالشمس اضحيان الليل يعني في ليله مضيئه النجوم ساطعه والبدر بازغ في اضحيان ليل كالشمس رافعا الى السماء وجهه واصبعه يؤشر باصبعه فدنوت منه فسمعته يقول: اللهم رب هذه السبعه الارقعه وصف للسماء إنه يتحدث عن السماوات السبع اللهم رب اللهم رب هذه السبعة الأرقعة والأرضين الممرعة الممرعة إنها المخضرة وبمحمد والثلاثه المحامده معه الباقر والجواد والقائم صلوات الله عليه وبمحمد والثلاثه المحامده معه والعليين الاربعه المرتضى والسجاد والرضا والهادي وسبطيه اتبع وفي بعض النسخ وسبطيه النبع هنا خلل في بقية الكلمات وَالْأَرْفَعَةِ أَلْفَرَعَ وَالسَّرِيِّ اللَّامِعَ وَسَمِيِّ الْكَلِيمِ الضَّرَعَ وفي المصدر أيضا وَالْحَسَنِ ذِي الرَّفَعَ أولئك النُّقَبَاءُ الشفعة والطريق المهيعة درسة الإنجيل وحفظة التنزيل على عدد النقباء من بني إسرائيل محاة الأضاليل ونفاة الأباطيل الصادق ألقيل عليهم تقوم الساعة، وبهم تنال الشفاعة، ولهم من الله فرض الطاعة، ثم قال: قس يقول: كما ينقل الجارود ابن المنذر ثم قال: اللهم ليتني مدركهم ولو بعد لئيٍ من عمري ومحياي ثم انشات شعرا ثم اب يكفكف دمعه ويرن رنين البكره وقد برئت ببراه وهو يقول البكره هي الوسيله التي يلف عليها الحبل لرفع شيء وهو يقول أقسم قس قسما ليس به مكتتما لو عاش ألفي سنة لم يلق منها سأما حتى يلاقي أحمدا والنقباء الحكماء هم أوصياء أحمد اكرم من تحت السماء يعمى العباد عنهم وهم جلاء للعمى يعمى العباد عنهم او يعمي العباد عنهم وهم جلاء للعمى ليس بناس ذكرهم حتى احل الرجم الرجم هو القبر فاني دائم ومستديم بذكرهم ولذكرهم الروايه طويله بغض النظر عن كل التفاصيل في الرواية الطويلة من أولها إلى آخرها هذه الرواية تتحدث عن العصر الجاهلي وتتحدث عن قس ابن ساعدة الإيادي حديث عن الأئمة الاثني عشر حديث عن محمد وال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وربما اريد بالارفعه الفرع ربما اريد بها الزهراء انا لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل الرواية طويلة وبحاجة إلى مناقشة كل الذي أريد أن أشير إليه وأريد أن أقوله من أن الكلام هذا من العصر الجاهلي وهذا ذكر لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مر علينا في كتب اليهود والنصارى ماذا كان يقول قس بن ساعدة الايادي؟ اولئك النقباء الشفعة والطريق المهيعة الطريق الواسع المنبسط درسة الانجيل وحفظة التنزيل على عدد النقباء من بني اسرائيل هناك ارتباط فيما بين هذه الاسماء وبين ما جاء عند بني اسرائيل في زمان التوراه او في زمان الانجيل درسه الانجيل وحفظة التنزيل على عدد النقباء من بني اسرائيل هذه الكلمات تشعر بان قسا هذا كان على الديانه المسيحيه وكان وليا من الاولياء العظام قلت لكم قبل قليل اختلفوا في شخصية قس وليس البرنامج للحديث عن قس الإيادي إنما اردت ان اعرض لكم هذه المعلومة المهمة ولا اريد ان احتج بها على أحد هذا استمرار لما مر من حديث وكلام في الحلقه الماضيه وانا اعرض لكم بعض المعطيات من كتب اليهود والنصارى. فهذا شيء مما كان في بلاد العرب قبل الاسلام وفي زمن الجاهليه الجهلاء. نذهب الى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ان لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله فداك قال قول الله عز وجل ولنبلونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلا اسعارهم ونقص من الاموال قال كساد التجارات وقله الفضل ونقص من الانفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قله ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تاويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ومن آثار حقائق ديننا، دين علي وآل علي, علي في كتب اليهود والنصارى الى العصر العربي الجاهلي سنذهب الى سقيفه بني ساعده اهم كتاب عندهم صحيح البخاري وهذه القضيه لا تحتاج الى كلام طويل فهم دائما يرددون من ان اصح كتاب عندهم بعد كتاب الله صحيح البخاري هذا هو صحيح البخاري وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى ألفين وأربعة ميلادي البخاري توفي سنة ميتين وستة وخمسين للهجرة وهذا كتابه هو الكتاب الاول عند اتباع سقيفه بني ساعده طبعات الكتاب كثيره وكثيره جدا هذه طبعه من الطبعات طبعه دار صادر بحسب هذه الطبعه صفحة 1274 الباب الثاني والخمسون غريب هذا الباب تركه من دون عنوان ربما البخاري وضع له عنوانا ولكن القوم بعد ذلك حذفوا العنوان الكتب محرفه كتب السنه محرفه وكتب الشيعه محرفه التحريف موجود موجود في كتب السنه وموجود في كتبنا كما انه موجود في كتب اليهود وكتب النصارى التحريف موجود في كل الكتب بشكل عام هذا الباب من دون عنوان إما أن البخاري تركه من دون عنوان حتى لا يكون لهذا الباب من أهمية وإما الذين جاءوا بعد البخاري رفعوا العنوان صفحة ألف وأربعة وسبعين الباب الثاني والخمسون الباب الذي قبله وهو الباب الحادي والخمسون له عنوان باب الاستخلاف والباب الذي بعده له عنوان وهو الباب الثالث والخمسون باب اخراج الخصوم واهل الريب من البيوت بعد المعرفه لا شأن لنا بهذه الأبواب حاجتنا عند الباب الثاني والخمسين الذي هو من دون عنوان ذكر فيه هذا الحديث البخاري بسنده عن عبد الملك سمعت جابر ابن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثنا عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها صدقوني في نسخ الانجيل المعتمدة عند علماء الانجيل عند علماء الديانة المسيحية النسخ التي هي قد ترجمت من النسخ القديمه للانجيل النسخ القديمه للانجيل التي هي باللغه العبريه لا وجود لها فيما بيننا بحدود علمي وانما اقدم نسخ الانجيل هي باللغه اليونانيه بحدود علمي اقدم نسخ للانجيل هي باللغه اليونانيه وافضل الترجمات لها هي الترجمات باللغه الانجليزيه ما قراته عليكم من مقطع من توراة موسى من كتاب العهد القديم من أن إسماعيل سيلد إثني عشر رئيسا صدقوني في النسخ الإنجليزية المذكور إثنى عشر أميرا نصنا اثنا عشر اميرا اذا اردت ان اترجمها الى اللغه العربيه اثنا عشر اميرا ولا توجد ترجمه اخرى لها لو كان عندي وقت لجلبت لكم مختلف النسخ من التوراه والانجيل باللغه العربيه باللغه الانجليزيه وقارنت لكم بين النسخ وبين الترجمات وشخصت لكم مواطن التحريف وقد فعلت هذا في برامج سابقه هي موجوده على الشبكه العنكبوتيه لكن البرنامج لا يتحمل هذه المطالب فهذه المطالب بحاجة إلى وقت طويل أعود إلى صحيح البخاري جابر ابن سمرة يقول سمعت النبي يقول يكون اثنا عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها جابر يقول فقال ابي سمرة يقول لولده جابر فقال ابي انه قال كلهم من قريش بالنتيجه هناك حديث عن اثني عشر اميرا وهؤلاء كلهم من قريش من هم هؤلاء؟ انا لا اريد ان احتج على أبناء سقيفة بني ساعد لا شأن لي به أنا أقول هؤلاء الاثنى عشر كتب اليهود كتابهم المقدس تفاسير النصارى تتحدث عنهم وتحاول بشتى الطرق ان تضيعهم قس في الجاهليه يتحدث عنهم وتجري دموعه لذكرهم ها هم موجودون في اكثر الكتب عداء لمحمد وال محمد انه صحيح البخاري كتاب التدليس والتحريف والنصب والعداء لمحمد وال محمد ومع ذلك ما استطاع ان يتجاوز هذه الحقيقه. انا لا احتج على احد منهم، لا شان لي به. انا ابحث هنا مثل ما قلت لكم ذني احوجاتنا وغرضاتنا اللي تفرهدن فرهدوه لا شأن لي به لكن اجمعوا اجمعوا هذه المعطيات اجمعوها اجمعوا هذه البقايا من الآثار علماء الآثار يكتبون تاريخا طويلا عريضا من بقايا خزفيات قد تكسرت يجدون رقوما طينيه هم لا يعرفون قراءتها وانما يضعون احتمالات منطقية لمضامين تلك الرقوم ويخرجون منها أشعارا ملحمة قلقامش من أين جاءوا بها هل كتبت باللغة العربية مثلا أم كتبت باللغة الإنجليزية مثلا أم كتبت باللغة الهندية مثلا بأية لغة كتبت ما هي اللغه التي كان يتحدث بها جلجامش ما هو الدليل على ان اسمه جلجامش انها طريقه بحث وتنقيب في الاثار اوصلت علماء الاثار الى هذه النتائج هذه البقايا المتبقيه من اثار حقائق ديننا واضحه اوضح من اثار الرقوم الطينيه اجمعوها اجمعوها مما ذكرته لكم في كتب اليهود في كتب النصارى في العصر الجاهلي ما اخذته مثالا من كلام قسن الإيادي ما هو موجود هنا عند البخاري في صحيحه الذي ما هو بصحيح هم يقولون صحيح البخاري جابر بن سمرة ينقل عن النبي سمعت النبي يقول يكون اثنا عشر أميرا وأبوه قال له من ان النبي قال كلهم من قريش من هم هؤلاء نحن لا نريد ان نعرفهم من خلال اهل البخاري نحن نبحث عن امور ترتبط بنا لا شان لنا بما يقول البخاري البخاري ترك الحديث من دون عنوان لماذا لماذا ترك الحديث من دون عنوان وقد عنون الاحاديث قبله وعنون الاحاديث بعده هذا الشرح هو اهم شرح وتفسير لصحيح البخاري وهم يقولون من ان الذي احيا صحيح البخاري واعطاه هذه القيمه هو هذا الكتاب علماء ما كذا يقولون فتح الباري هو اشهر شرح وتفسير لصحيح البخاري هذا هو الجزء الثالث عشر طبعه دار احياء التراث العربي بيروت لبنان فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني الشافعي كتاب مشهور والمؤلف أشهر من كتابه ابن حجر العسقلاني الشافعي بحسب الطبعة التي أشرت إليها وهي طبعة دار إحياء التراث العربي إنها الطبعة الرابعة ألف وثمانية وثمانين ميلادي وأصل الطبعة هي للمطبعة البهية المصرية صفحة 179 باب من دون عنوان مثل ما فعل البخاري متن البخاري في أعلى الصفحة والشرح في أسفلها فمثل ما جاء في صحيح البخاري باب من دون عنوان حدثني محمد بن المثنى هو هذا الحديث يبدأ حدثني محمد بن المثنى قطعا البخاري أورد الحديث ولم يعلق عليه شيئا لا وضع عنوانا في البداية ولا أضاف كلاما في النهاية الشرح سيكون من قبل ابن حجر العسقلاني يبدأ بشرح الحديث في صفحة مية أو تسعة وسبعين صفحة مية وثماني صفحة مية وواحد وثماني وهي صفحات طويلة كبيرة صفحة مية واثنين وثماني صفحة 183 يفترض بهذا المقدار الكبير من الكلام والشرح والتفسير والبيان ومن شخصيه معروفه من علمائهم من ابن حجر العسقلاني وهو يشرح اهم كتاب عندهم يشرح صحيح البخاري في موضوع حساس جدا عن الاثنى عشر أميرا أنا لا أستطيع أن أقرأ لكم كل كلامي ولكن أنتم عودوا إليه هذا الكتاب موجود متوفر في المكتبات العامة في المكتبات الخاصة في أسواق الكتب موجود على شبكة العنكبوتية لقد شرق وغرب في كل الاتجاهات وفي جميع الاحتمالات ما هي الخلاصه التي توصل اليها؟ ساقرا عليكم في صفحه 182 وصل الى هذه النتيجه وهو يذهب يمينا وشمالا في الحديث يعدد هؤلاء الاثني عشر من هم ذكر الخلفاء الراشدين الاربعه ابو بكر عمر عثمان علي هؤلاء الاربعه بقي عندنا ثمانيه من اين نأتي بهم؟ صدقوني لم يذكر الحسن فيهم. الامام الحسن لم يذكره مع انه كان خليفه بعد امير المؤمنين لم يذكره لم يذكر الامام الحسن وانما ذهب الى من ذهب الى يزيد ومعاويه وبعد ذلك قفزه من معاويه ويزيد الى عبد الملك ابن مروان وذكر اولاده الاربعه الى ان قال الى ان قال والثاني عشر الثاني عشر من هؤلاء الأمراء هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام هشام ابن عبد الملك فولي صار خليفة نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله ذكر في أحاديث أخرى موجودة في صحيح مسلم من أن أمر الناس على خير الى الثاني عشر فهذا هو الثاني عشر هو لم ياخذ الامور بالتسلسل المفروض بعد علي الحسن وبعد الحسن معاويه وبعد معاويه يزيد وبعد يزيد معاويه بن يزيد وبعده مروان بن الحكم وبعد مروان عبد الملك عبد الملك ابن مروان وبعده ياتي اولاده وكذلك عمر بن عبد العزيز كان بين اولاده لم يكن من اولاد عبد الملك انما قصدت من ان خلافته كانت بين خلافه اولاد عبد الملك هو هكذا قال من أن الأساس في اختيارهم أن الأمة اجتمعت عليهم وهل اجتمعت الأمة على يزيد أقرأ عليكم إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز فهؤلاء سبعه بعد الخلفاء الراشدين والثاني عشر هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك قطعا هذا على حساب وعلى حساب آخر هم ذكروا يزيد وذكروا معاوية هناك عدة احتمالات هذا احتمال من الاحتمالات والثاني عشر هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك هذا من الائمه الاثني عشر وهو الثاني عشر انا لا اريد ان اطيل عليكم ساقرا عليكم من مروج الذهب والمسعودي من المخالفين يقال من انه استشيع في اخر عمره لكنه حين الف مروج الذهب كان من المخالفين لم يكن شيعيا وإنما استشيع في آخر أمره هذه الطبعة طبعة دار الفكر بيروت لبنان ألفين وخمسة ميلادي هذا هو الجزء الثالث تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام المسعودي توفي سنه 346 للهجره صفحه 224 ينقل بسنده عن احد سماري الوليد بن يزيد هذا الامام الثاني عشر الذي تحدث عنه العسقلاني من انه هو الثاني عشر احد الذين كانوا يسامرون الوليد بن يزيد هذا يقول كنت سميرا للوليد بن يزيد فرايت ابن عائشه القرشي هذا مغن معروف وامه فاجره معروفه فرايت ابن عائشه القرشي عنده وقد قال له غنني الوليد يقول لابن عائشه غنني فغناه غناه ابياتا اني رايت صبيحه النحر حورا نفينا عزيمه الصبر الى اخر الابيات فقال له الوليد يقول لهذا المغني احسنت والله يا اميري وابن عائشه هذا كان ماجنا فاسدا معروفا الى ابعد حدود المجون والأحماط كان ماجنا محمضا فاسدا معروفا على أي حال فقال له الوليد أحسنت والله يا أميري هذا أمير المؤمنين يقول لهذا الماجن المحمض أحسنت والله يا أميري أعد بحق عبد شمس بدأ يعدد أجداده أعد بحق عبد الشمس فأعاد فقال أحسنت والله بحق أمية أعد فأعاد أعاد الغناء فجعل يتخطى من أب إلى أب ويأمره بالإعادة حتى بلغ نفسه فقال أعد بحياتي فأعاد فقام إلى ابن عائشة من الخليفة أمير المؤمنين الوليد بن يزيد هذا الإمام الثاني عشر فقام إلى ابن عائشة ويبدو أن ابن عائشة كان عاريا من خلال التفاصيل التي ستأتي فقام إلى ابن عائشة فأكب عليه ولم يبقي عضوا من أعضائه إلا قبله هذا يعني أنه كان عاريا ولم يبقِ عضوا من أعضائه إلا قبله بحسب الكتاب ناقل الكفر ليس بكافر وأهوى إلى أيره يقبله أهوى إلى أير ابن عائشة المغني أمير المؤمنين الثاني عشر وأهوى إلى أيره يقبله فجعل ابن عائشة يضم ذكره بين فخذيه حتى ما لابس الباس الباس ما لابس عريان كان يغني ماذا كانوا يفعلون في هذا المجلس هذا مجلس أمير المؤمنين الإمام الثاني عشر <applause> متأكم ومددينكم على هطاعة الحظ هذا وذولا سرابيت النجف يركضون ورا ذولا ما هذا هو إمام الشافعية ابن حجر العسقلاني هذا من كبار ائمه الشافعيه، وذو يركضون وراهم. فقام الى ابن عائشه فاكب عليه ولم يبق عضوا من اعضائه الا قبله واهوى الى ايره يقبله فجعل ابن عائشه يضم ذكره بين فخذيه. فقال الوليد والله لا زلت حتى أقبله لا بد أن أقبل ذكرك فأبرأه فأبرأه يعني أقسم عليه الأقسام الغليظة أبرأه مثلا أن يقول من أنني بريء من ديني حتى أقبل ذكرك فأبرأه فاستجاب له فأبرأه فاستجاب له فقبل رأسه يعني أن أمير المؤمنين قبل رأس ذكره رأس ذكر ابن عائشة وقال بعد أن قبل رأس ذكر ابن عائشة أمير المؤمنين وقال واطرباه واطرباه ونزع ثيابه فألقاها على ابن عائشة هذا يعني أن ابن عائشة كان عاريا ويغني وماذا كانوا يفعلون به لا أدري ونزع ثيابه فألقاها على ابن عائشة وبقي مجردا بقي عاريا الخليفة إلى أن أتوه بثياب غيرها ودعا له بألف دينار فدفعت إليه وحمله على بغلة له على بغلة خاصة كانت للخليفة أدخلوها إلى القصر وقال اركبها على بساطي من هنا من عند عرشي اركبها على بساطي وانصرف فقد تركتني على أحر من جمر الغضب قطعا مفاسده كثيرة أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء عليكم لكنها منقبة من مناقب بني أمية ومنقبة من مناقب هذا الإمام الثاني عشر بحسب هؤلاء الشوافع من طيح الله حظ الشيعة والله طيح الله حظه هذا في صفحة 182 والثاني عشر يعني الأميرة الثاني عشر الإمام الثاني عشر هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك أنفسنا ذولا أنفسنا شاهدنا غيره ذولا هم أنفسنا صفحة 183 لا زلت اقرا من كتاب امام الشوافع ابن حجر العسقلاني يقول هذه الخلاصه التي وصل اليها فالاولى ان يحمل قوله قول النبي يكون بعدي اثنى عشر خليفه على حقيقه البعديه يعني بالتسلسل بشكل مباشر فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسا منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم أخرجهما والباقون اثنا عشر نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومئة وتغيرت الأحوال بعده وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون فهؤلاء الأئمة الاثنى عشر هؤلاء أنا لا أريد أن أناقشه أبدا ولا أريد أن أحتج على أحد ولا شأن لي به هذه عقائده هذه عقائد سقيفة بني ساعد. هذه عقائد الشوافع، هذا ابن حجر العسقلاني إمام من أئمة الشوافع. هذه عقائدهم، هم أحرار بعقائدهم. لست محتجا عليهم، لست مناقشا لهم. إنما أريد أن أضع الحقائق بين أيديكم يا أيها الشيعة. نذهب إلى فاصل. عن داوود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الائمه وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيه فيها قال لا خصومه فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه الكتاب الاخر صحيح مسلم وساكتفي بهذين الكتابين فهما اهم كتابين عند اتباع سقيفه بني ساعده صحيح مسلم وهذه الطبعه طبعه دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي ومسلم صاحب الصحيح توفي سنة 261 للهجرة في زمن مقارب للبخاري البخاري توفي سنة 256 للهجرة ومسلم توفي سنة 261 للهجرة بحسب الطبعة التي أشرت إليها صفحة سبعمية وستة الباب الثالث والثلاثون عنوانه كتاب الإمارة الباب الأول الناس تبع لقريش والخلافة في قريش مجموعة أحاديث رقم الحديث أربعة آلاف وسبعة وعشرين بسنده عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا ثم تكلم النبي بكلمة خفيت علي فسألت أبي أبوه سمرة، فسألت أبي ماذا قال رسول الله؟ فقال كلهم من قريش. رقم الحديث أربعة آلاف وتسعة بسنده عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول. سمعت رسول الله يقول لا يزال الاسلام عزيزا الى اثني عشر خليفه ثم قال كلمه لم افهمها فقلت لابي ما قال فقال كلهم من قريش وتستمر الاحاديث في هذا الباب هناك عده احاديث بعده صيغ بالمضمون نفسه اوردها مسلم في صحيحه كتاب الاماره باب الناس تبع لقريش والخلافه في قريش مسلم لم يعلق على هذه الاحاديث فكتابه جامع للاحاديث هناك شرح من اشهر شروح صحيح مسلم هذا الشرح يعد عندهم في اوساط الشوافع هو الاول في شروح مسلم انه شرح نووي صحيح مسلم بشرح النووي كما يسمونه الإمام النووي المتوفى سنة 676 وستة وسبعين للهجرة هذا هو الجزء العاشر مع الحادي عشر مع الثاني عشر في مجلد واحد وهذه الطبعة طبعة دار الخير إنها الطبعة الخامسة ألف وتسعمية وتسعة وتسعين ميلادي دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ودمشق هذا هو الجزء العاشر والحادي عشر والثاني عشر في مجلد واحد صفحه خمسمئه وعشرين هذا الحديث الف وثمانمئه وواحد وعشرين حديث جابر بن سمره الاحاديث التي قرأتها عليكم عن الخلفاء الاثني عشر عن الامراء الاثني عشر انهم الائمه الاثني عشر عن هؤلاء صدقوني وبامكانكم ان تعودوا الى الشرح كي تقرأوا بأنفسكم وهذا شرح معروف مشهور شرح الإمام النووي لم يقل شيئا بالضبط مثل ما فعل المفسرون في التفاسير التي قرأتها عليكم لكتاب العهد القديم بالضبط قال كلاما لا يعرف راسه من ذيله، ساقرا بعضا منه ويحتمل ان يكون المراد مستحق الخلافه العادلين وقد مضى منهم من علم ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعه الى ان يقول والله اعلم بمراد نبيه لم يصل الى نتيجه هناك قصد واضح لتمييع هذا الموضوع لتمييعه بكل الوسائل وبكل السبل برنامج ابليسي موحد على طول الخط كتب اليهود والنصارى كانت انموذجا واضحا عرضته بين ايديكم اما كلام قس الايادي فليس له من سامع في الجاهليه الرجل كان معتقدا بهم لأنه كان وليا من الأولياء العظام لكن الجاهلية الجهلاء كانت في عالم آخر وقس هذا كان في عالمه الخاص به أما سقيفة بني ساعدة فنحن لا نتعجب منها فهذا صحيح البخاري وهذا العسقلاني الشافعي وهذا صحيح مسلم وهذا النووي الشافعي ايضا انا ما اقول شيء بس اقول طيب الله حظكم يا الشيعه هذا اللي أقول تتركون حديث محمد واهل محمد ومنهجهم العظيم وتستوردون لنا ضلال الاشاعره والمعتزله وضلال الشوافع هؤلاء هم ائمه الشوافع سأخذ لكم مثالا من الفتوحات المكية هذا ابن عربي وابن عربي كثيرون يعتقدون من انه شافعي وهو أمر معروف من أن الصوفية ينتهجون منهج الشافعي هذا امر معروف بين اكثر صوفيه المخالفين الذي اعتقده من ان ابن عربي في بداياته كان شافعيا في بدايات تصوفه في اصله لم يكن شافعيا المذهب المنتشر في المغرب العربي وفي الاندلس المذهب المالكي انا لا اريد ان اتحدث عن ابن عربي لكنه قطعا كان شافعيا في مقطع من حياته اما بعد ذلك فان الرجل صار صاحب مذهب له طريقته ومذهبه الخاص به الفتوحات المكيه قران الصوفيه وقران عرفاني الشيعه عرفاء الشيعه يعدون هذا الكتاب قرآنا له عباس القوشاني وهو من اقرب الناس الى سيد علي القاضي كان مجمع اسراره يعدد مناقب سيد علي القاضي انه امام المدرسه العرفانيه الشيعيه يعدد مناقبه يقول لا بد أن يقرأ يوميا في هذا الكتاب فإن لم يقرأ هو فإنه يطلب مني أن أقرأ له في هذا الكتاب وكان يقرأ له في نسخة تركية سيد علي القاضي كان تركيا فكان عباس القوشاني يقرأ له في نسخة تركية وفي نسخة عربية أيضا هذه الفتوحات المكية وهذا هو الجزء الثالث وطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان أقرأ عليكم من الصفحة العاشرة انها الطبعة الاولى 2004 ميلادي محي الدين ابن عربي امام عرفاء الشيعة وقدوتهم يقول واعلم ان رجال الله في هذه الطريقة هم المسمون بعالم الانفاس وهو اسم يعم جميعهم وهم على طبقات كثيرة وأحوال مختلفة إلى أن يقول ومنهم من رجال الله هو يتحدث عن رجال الله ومنهم من رجال الله يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ابن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل المتوكل المأبون هؤلاء ممن حازوا مقام الإمامة الظاهرة والباطنة هذا هو العرفان الشيعي الخرط ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسني ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصة ولا حكم له في الظاهر كأحمد بن هارون الرشيد السبتي وكأبي يزيد البسطامي إلى آخر كلامه المتوكل من الأئمة شو تقولون أنتم؟ هذه هي ديانه سقيفه بني ساعده في كتب حديثها وفقهها وعرفانها اقرا عليكم ما زلنا في الاوراق نفسها قرات قبل قليل في الصفحه العاشره هذا الكلام ساقراه من الصفحه الثانيه بعد العاشره ومنهم من رجال الله ايضا ومنهم رضي الله عنهم الرجبيون وهم اربعون نفسا في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون وهم رجال حالهم القيام بعظمة الله وهم من الافراد وهم ارباب القول الثقيل من قوله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا وسموا رجبيون لان حال هذا المقام لا يكون لهم الا في شهر رجب من اول استهلال هلاله الى انفصاله ثم يفقدون ذلك الحال من انفسهم فلا يجدونه الى دخول رجب من السنه الاتيه وقليل من يعرفهم من اهل هذا الطريق وهم متفرقون في البلاد ويعرف بعضهم بعضا منهم من يكون باليمن وبالشام وبديار بكر بديار بكر في تركيا لقيت واحدا منهم بدنيسير من ديار بكر ما رأيت منهم غيره وكنت بالأشواق إلى رؤيتهم هذا كلام ابن عربي محي الدين ابن عربي وكنت بالأشواق إلى رؤيتهم ومنهم من يبقى عليه على هذا المقام على مقام الكشف في سائر السنة ومنهم من يبقى عليه في سائر السنة أمر ما مما كان يكاشف به في حاله في رجب يعني يبقى في حال كشف لجانب من الكشف مما كشف له ومنهم من يبقى عليه في سائر السنة أمر ما مما كان يكاشف به في حاله في رجب ومنهم من لا يبقى عليه شيء من ذلك وكان هذا الذي رأيته قد أبقى عليه كشف الروافض من أهل الشيعة سائر السنة فكان يراهم خنازير كان يرى الشيعة خنازير طيلة السنة هؤلاء هم رجال الله وهذه كتب العرفان الشيعي من تف عليها من هنا يأخذ عرفاء الشيعة عرفانه هو الهليلة للعارف الشيعي الكبير وجايب الوردة بشليله <تصفح> الله حظكم على الدقه السوداء وكان هذا الذي رايته قد ابقى عليه كشف الروافض من اهل الشيعه سائر السنه فكان يراهم خنازير فياتي الرجل المستور الذي لا يعرف منه هذا المذهب قط وهو في نفسه مؤمن به مؤمن بالتشيع يدين به ربه فاذا مر عليه مر على هذا العارف الصوفي الرجبي صاحب الكشف هذا هو مكشف هذا مثل ابن عائشة مكشف يراد له واحد المهم فإذا مر عليه يراه في صورة خنزير يرى الشيعي فيستدعيه ويقول له تب الى الله فانك شيعي رافضي فيبقى الاخر متعجبا من ذلك فان تاب وصدق في توبته راه انسانا وان قال له بلسانه تبت وهو يضمر مذهبه يعني استعمل التقية لا يزال يراه خنزيرا فيقول له كذبت في قولك تبت وإذا صدق بقول فيقول له كذبت في قولك تبت وإذا صدق يقول له صدقت فيعرف ذلك الرجل صدقه في كشفه فيرجع عن مذهبه ذلك الرافضي يقول ولقد جرى لهذا ولقد جرى لهذا مثل هذا مع رجلين عاقلين من اهل العداله من الشافعيه ما عرف منهما قط التشيع ولم يكونوا من بيت التشيع اداهما اليه نظرهما هؤلاء تشيعوا واستعملوا التقية اثنان من كبار الشافعية بحسب ما يقول ابن عربي ولم يكونوا من بيت التشيع لم يكونوا شيعة في الآصل أداهما إليه نظرهما من خلال البحث صارا شيعة وكانا متمكنين من عقولهما فلم يظهر ذلك وأصر عليه بينهما وبين الله فكانا يعتقدان السوء في أبي بكر وعمر ويتغالون في علي فلما مر به ودخل عليه أمر بإخراجهما من عنده فإن الله كشف له عن بواطنهما في صورة خنازير وهي العلامه التي جعل الله له في اهل هذا المذهب وكان قد علم من نفوسهما ان احدا من اهل الارض ما اطلع على حالهما وكان شاهدين عدلين مشهورين بالسنه فقالا له في ذلك فقال اراكما خنزيرين وهي علامه بيني وبين الله فيمن كان مذهبه هذا كان شيعيا فأضمر التوبه في نفوسهما فقال لهما انكما الساعه قد رجعتما عن ذلك المذهب فاني اراكما انسانين فتعجبا من ذلك وتابا الى الله صلوات على طيحة الحظ هذه هؤلاء أئمة العرفان الشيعي هذه كتبهم هذا الفتوحات المكية هذا قرآن عرفاء الشيعة هسه يقولوا لكم هذا محرف انطونا الكتاب الأصلي وين جيبونا احنا قلنا الكتب كلها محرفة بس هذا الكتاب من اوله الى اخره على هالرنه على هالرنه طحين شناعه عودوا الى برامجي فانني قد استخرجت قذارات محي الدين ابن عربي في العديد من برامجي وقرات قذارته واوساخه في كتبه التي هي اساس المدرسه العرفانيه الشيعيه نذهب إلى فاصل عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل النفس الزكيه عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت ابا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم ال محمد وبين قتل النفس الزكيه الا خمسه عشر ليله عن المعلى, عن المعلى ابن خنيس, خنيس عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ان امر السفياني من الامر المحتوم وخروجه في رجع عن الحارث بن المغير عن امامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحه التي في شهر رمضان تكون ليله الجمعه لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان اقرا عليكم من الفتوحات المكيه على سبيل الطرفه هذا هو الجزء الثامن من الفتوحات المكية لمحيي الدين ابن عربي وطبعته طبعة دار صادر بيروت لبنان صفحة 198 ماذا يقول الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي ولقد بلغني عن الإمام احمد بن حنبل رضي الله عنه انه ما اكل البطيخ ما كان ياكل البطيخ لماذا هكذا هو يقول هذه كرامه من الكرامات تذكرني هذه بكرامه للسيستان يتناقلونها من انه ما ياكل جيمر ولقد بلغني عن الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه والسيستاني بالمناسبه يمجد كثيرا باحمد بن حنبل اتدرون لماذا؟ لانه اقر بشكل رسمي من ان امير المؤمنين هو الخليفه الراشد الرابع هذا الكلام موجود في خطاب له وهذا الخطاب مطبوع ساتيكم به وانا عرضته سابقا ولكن ساتيكم به حينما يكون الكلام مناسبا لمثل هذا الحديث اعود الى محي الدين بن عربي ولقد بلغني عن الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه انه ما اكل البطيخ ليك يابه شبه البطيخ فقيل له في ذلك فقال ما بلغني كيف كان رسول الله يأكله سامة شو تقول له والله اشتحت شو يا يعني البطيخ شلون كان رسول الله يأكله هو شلون يأكلون البطيخ يعني بلعوه مثلا وحدة وحدة ويشربون مي عليه شلون البطيخ يأكلونه يأكلون كشورة مثلا ويذبون باطن البطيخ هو هذا يا بطيخ في العربيه البطيخ يطلق على الرقي ويطلق على البطيخ ايضا الرقي ايضا يقال له بطيخ البطيخ الاحمر على اي حال ليس مهما فأحمد بن حنبل ما كان يأكل بطيخ ليش لأنه يقول ما بلغني كيف كان رسول الله يأكله ابن عربي يعلق مثل هذا الخرط يضحكون علينا عرفتم منين جاينا الخرط من يجيبون بهالخرابيط مال ذول المراجع ويعدونها كرامات من ناجح خرط من هو الخرط ما يجينا من اهل محمد، اهل محمد ما عندهم خرط. الخرط عد ذوله الخرط عد احدى ال محمد. اهل محمد ما عندهم خرط. عرفتوا منين يجينا الخرط؟ لو ما عرفتوا. من ضيع الله حظكم يا الشيعه. فقال ما بلغني كيف كان رسول الله ياكله هكذا يعلق ابن عربي يقول فلما لم تبلغ اليه الكيفيه في ذلك تركه وبمثل هذا بمثل هذا تقدم علماء هذه الامه على سائر علماء الامم ما ياكلون بطيخ هكذا هكذا والا فلا لا ذولا شو تقول لهم يعني؟ اولا شو تقول الإبن حنبل بعدين شو تقول الإبن عربي على هالخرط هذا بعدين شو تقول للسيد على القاضي شو تقول لصاحب الميزان شو تقول للعرفاء العرفاء الشيعة شو تقول لهم العرفانيين الشيعة شو تقول لهم على هذا الخرط من نحكي عليهم يقولون انتم ما تعرفون مقاصدهم <applause> هي مو مقاصدهم احنا ما ندري تطلع من فوق لو تطلع من جوه هم لو يدلونا احنا نروح وراها حتى نعرف هذه المقاصد منين طالعه؟ اذا طالعه من فوق نروح للفوق نشتغل وياه، من جوه شو نسوي؟ ما تقولوا لي شو نسوي؟ هذا هو واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه. وبعدين يجون يقولون لك الفتوحات المكيه لا يفقهها في كل زمان الا عشره اشخاص، هسه هذه ايه قرانيه هي ما حد يعرف الفتوحات المكيه الا عشره اشخاص، ايه قرانيه روايه، ولكم احاديث اهل البيت ترفضونها تدوسونها باحذيتكم وتجيبوننا من هذا الحكي الخرط وتذبون به علينا. هذا هو الواقع الشيعي. وهذا ما قصدته بالأفكار الجاهزة. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو, أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات, صلوات الله عليه, عليه قال امير المؤمنين عليه افضل الصلاه, الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة, آكله الاكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه اثر الجدر اذا رايته حسبته اعوى اسمه عثمان وابوه عنبسه وهو من ولد ابي سفيان حتى ياتي ارض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه لاحظتم كيف يطمرون الحقائق انني جئتكم باهم كتبهم على مستوى الحديث جئتكم بصحيح البخاري وصحيح مسلم وعلى مستوى فقه الحديث وشرحه وتفسيره جئتكم باهم شرح عند السنه عموما وعند الشوافع خصوصا فتح الباري لابن حجر العسقلاني لامام من ائمه الشافعيه وجئتكم بشرح الامام النووي من ائمه الشوافع وهو اهم شرح عندهم لصحيح مسلم وجئتكم بالفتوحات المكيه قران الصوفيه السنه وقران العرفانيين الشيعه وهو يحدثنا عن رجال الله الذين حازوا الخلافه الباطنه والخلافه الظاهره وأحد الأئمة هو المتوكل المأبون من هنياتكم اي والله هنياتكم بهؤلاء الائمه لاحظتم كيف تطمر الحقائق تتذكرون كلامي في الحلقه الماضيه من اننا اذا سبرنا التاريخ من اوله الى اخره لن نجد مجموعه حوربت وحرفت حقائقها وابيدت ودمرت مثل ما حدث مع محمد وال محمد ودينهم المشكله ان اتباعهم هم الذين يساعدون في هذه الحرب والذين يساعدون في هذه الحرب ما هم صغار الاتباع هم كبار الاتباع لا ادري كيف اعبر عن الذي يجول بين جوانحي ولا ادري كيف اصوغ كلاما عما يجيش في صدري لكنني ساستمر في بيان الحقائق وقد عرضت الى الان بين ايديكم عرضت شيئا مما جاء في كتب اليهود ومما قالوه في كتب النصارى ومما كان يجيش في صدر قس الايادي ايام الجاهليه وحيث الجاهليه تغط في جهلها وتغط في في عتوها وضلالها الى ان وصلنا الى سقيفه بني ساعده الى كتبهم الى رموزهم الى علمائهم الى صوفيتهم وعرفائهم وقد لمستم بانفسكم عمليه الطمر وعمليه التحريف وعمليه الاباده بكل الوسائل الغايه ان يمحى ذكر محمد وال محمد صلوات الله عليهم لكنهم لن يستطيعوا ذلك الآثار موجودة عملية التحريف هي بنفسها دليل دليل هذا التحريف وهذا التمويه وهذا التضييع وهذا الضحك على الذقون لهو أقوى دليل على حقائق دين علي وال علي صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين سأنتقل بكم في يوم غد إلى قرآنهم وإلى حديثهم وإلى سيرتهم كي تتلمسوا الحقائق الواضحه وايضا فانني اكرر من انني لست في مقام الاحتجاج على احد انا في مقام بيان الحقيقه في مقام ايضاح الحقيقه بقدر ما استطيع من خلال البحث عن بقايا آثارها هنا وهناك لا أريد أن أفتح الموضوع الآن لم يبقى عندي كثير من الوقت كي لا يتشقق الموضوع سأترك الحديث عن قرآنهم وعن أحاديثهم وعن كتبنا الشيعية المهمة إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله